علي بقى يعمل كل ده ازاي؟ انا يعني بعد ما قابلت حضرتك شكيت يعني بعد الكلام اللي سمعته منك عنه، لكن يعمل كل ده ازاي يعني؟ ويعمل اوسخ من كده كمان. علي بيه، لا حول ولا قوه الا بالله. علي بيه الراجل الخير يطلع شيطان كده في الاخر؟ هي الدنيا حصل فيها الدنيا بقت وحشه قوي يا ريس بدر. للاسف هو استغل طيبتك واسمك وفهمك انه بيساعدك وبيعطف عليك، لكن في الحقيقه ان هو بيلعب اوسخ لعبه ممكن تتلعب هو وشريكه عشان ياخدوا مشروعي وياخدوا فلوسي ويخربوا بيتي. لا اله الا الله، ربنا يكفينا شر خراب البيوت. ده مش بس كده كمان يا ريس بدر، ده ما سرقنيش وهو عايش، لا كمان كتب كل حاجه باسم شريكه عشان لو جرى له حاجه انا ما طولش اي حاجه. يعني هو شريكه ده اللي كتب الورق كله باسمه؟ ايوه، بدر محمد علي الخولي. طبعا هو استغل ان انت راجل طيب ومش بتاع حوارات، ولما انا طلبت قابلك جابك ليا عشان ياكد لي كلامه، وعارف ان انت عمرك ما هتسال ولا هتتدخل. طب ولو يعني انت ما كنتيش قابلتيني وشفتيني كان هيحصل ايه؟ عادي، كان هيعمل كده مره واثنين وثلاثه، واي حد كان هيطلب يشوفك كان هيفرجهم عليك. يفرجهم عليا؟ الله يرحمه بقى ويسامحه بقى. علي باين الراجل الطيب اللي كنت فاكره حاسس بالغلابة وحاسس بيا وبظروفي واقف جنبي، كان واخدني كده يعني حاجة راكنها على جنب يستخدمها وقت ما هو عايز. يا ريس بدر انت راجل طيب وخير وما بتشوفش الوحش في الناس، بس انا بأكد لك ان علي ده اوسخ بني ادم ممكن تقابله في حياتك. الله يسامحه بقى يا ست هانم، الراجل دلوقتي في ايدان ربنا. انت عارف انا اكتر حاجة وجعاني ايه؟ إن أنا صدقت بجد إنه بيحبني، عشان كده وثقت فيه واديته كل فلوسي. يا ريته كان راجل غريب بالنسبة لي. أكتر حاجة دلوقتي كمان وجعاني إن أنا مش عارف أثق في أي حد تاني بعد كده. معلش يا ست هانم ما تزعليش نفسك، ربنا يحلها. أنا آسفة. لا آسفة لا على إيه، بس لا يعني ربنا يكون بعونك. انا مش عارف قر الرجاله بتاعت اليومين دول اللي ياخدوا فلوس الحريم لا مؤاخذه، يعني معلش ربنا يحلها من عنده. هتتحل ازاي بس يا ريس بدر؟ دي ملايين، دي فلوس بتلتلها. لا اله الا الله. طب والمشروع اللي انت هتعمليه ده هتعمل فيه ايه؟ والله ما انا عارفه، ده مشروع كبير قوي يا ريس بدر، ده كومباوند يدخله مثلا في مليار جنيه. ايوه عارفه الكماون ده اللي بيبقى فيه فيلل كتيره كده وجناين والسور بتاعه بيبقى عالي قوي. دلوقتي بقى فيه اقساط بشرط جزائي وفلوس متاخره وانا مش عارفه اجيبها منين، انا مش عارفه اعمل ايه حقيقي، مش عارفه اعمل ايه. معلش يا هندهان، معلش ربنا يحلها من عنده ان شاء الله. تتحل ازاي بس يا ريس بدر؟ ما انت شايف انا ما حلتيش دلوقتي غير المحل، واللي جاي على قد اللي رايح. هي الشركة دي اسمها ايه؟ اشمعنى؟ اصل انا اشتغلت في شركات كتيرة قوي مع مهندسين كبار كلهم كانوا بيحبوني، ولو طلبت منهم اي حاجة يعني هيساعدونا. اسمها شركة المصري. ما تشيليش هم يا ست هانم، ان شاء الله ربنا يحلها من عنده. ايوه حاضر. دوري ناني؟ ايوه. النجمه بتقول لك الفلوس. ايه ده؟ ما تعلكيش البخت ولا ايه؟ ما تعلكيش البخت ولا ايه؟ ها؟ ما تعلكيش البخت ولا ايه؟ ها؟ 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 ما تعلكيش البخت ولا ايه؟ ايه؟ ها؟ ها؟ بس ودي بس البداية ولسه اللي جاي أكتر. يلا
ألو، أهلا بحضرتك. تمام الحمد لله. أنا لسه جايلي مسج دلوقتي بتقول إن القسط اتدفع. هو إيه اللي حصل؟ أيوة، يعني حضرتك متعرفش مين اللي دفعه؟ أنت ما كنتش هناك أصلا يعني؟ أوكي، طب ممكن أول ما تعرف أي حاجة تبلغني؟ تمام، ميرسي قوي، مع السلامة. ليلى بجد مش عارفة أقولك إيه، ربنا يخليكي ليا. أنا مش عارفة إزاي أنت خليتيه يعمل كده. ربنا يخليكي ليا حبيبتي، ما تحرمش منك أبدا. ناني؟ في ايه؟ ناني؟ ناني مين اللي عمل فيك كده؟ رد عليا يا حبيبتي، رد عليا، رد على بابا. ايه ده يا ناني؟ ايه ده يا ناني؟ مين ولاد الحرام اللي عملوا فيك كده يا ناني يا حبيبتي بابتي؟ قولي لي بس، قولي لي وانا اقطعهم، هضحضحهم حتتي يا ناني يا حبيبتي بابتي. يا ناني، ليه يا ناني كده؟ خلاص هتفوق يا ماما، تلاقي كل حاجة في الفيلا دي اتشطبت. ها؟ هتلاقيها متقشطة من مجاميعه. ها؟ من مجاميعه. أنا افتكرتك سافرت عشان تطمن الحاجة وصلت بالسلام. الرجالة قامت بالواجب. خلاص بقى سالم، كبرنا على الكلام ده. مش لازم نعمل كل حاجة بإيدينا. صح، عندك حق. طب ما تجيب من الآخر وتقولي رجعت ليه؟ تعجبني نبهتك. عايزك معايا. فين؟ في الشغل. لا، أنا ما ينفعكش. أنا وسيط. أنا يا بخت من وفى قراصين في الحلال، لكن أرجع أشتغل مع حد ويديني أوامر وأنفذ مع السمع والطاعة؟ أنت لسه قايل من شوية كبرنا. صدقني يا سالم، أنت دافن نفسك في الشغلانة بتاعتك دي. أنت فاكر النسبة اللي أنت خدتها من العملية الأخيرة دي فلوس؟ معايا أوريك الفلوس. مش هقولك إنها متعصب الدم عشان ده ما يفرقش معايا. هقول لك اني بحب شغلي. انا ما بهزرش يا ابو البراء، انا بجد بحب شغلي. انا بقرب البعيد واخلي الصعب ممكن، ومن غير الشغل ما بيكملش. انا بحب ابقى في النص، لا مع حد ولا محسوب على حد، انا مع نفسي. هتفضل في الظل كده كتير؟ هو ماله الظل ده؟ حد الدكتور منعني يعني من الشمس عشان بشرتي. طول ما انت في الظل انت في امان وبعيد عن الخطر. عموما العرض بتاعي هيفضل قائم، اي وقت تغير رايك كلمني. وانا كمان كل ما تعوزني هتلقاني. بس سؤال بقى، انت بتحب شغلك؟ اجبرت. هم عندهم طرق تخليك تكبر. أنا جت عليا فترة يا سالم لقيت نفسي بتكلم بلسانهم، بفكر بعقلهم. أنا لبست لبسهم وعملت كل اللي بيعملوه. أنت بقى مبسوط؟ مع إني مش أجبرت، أنا اخترت. بس لو رجع بيا الزمن هختار نفس الشغل هنا. عارف ليه؟ ليه؟ عشان احنا الاتنين لقينا على بعض. احنا الاتنين اوسخ من بعض. Thank you.
ايوه يا ريم. الو، جبتي الحاجه كلها؟ اه تمام، الحاجه معايا. هو انت فين؟ انا في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. اوكي. بقولك ايه يا عيشه، انا خايفه قوي. ما تخافيش، كل حاجه تمام، كلها نص ساعه وهقابلك بعد ميدان الرمايه. تمام يا حبيبتي، خلي بالك انت بس من نفسك. انا اسفه يا حبيبتي كل اللي حصل لك علشاني. انا اسفه بجد، بس احنا هنخلص ان شاء الله. يلا كل حاجه تمام. اوكي يا حبيبتي، اهم حاجه بس انت تخلي بالك من نفسك. وانت كمان. ممكن بسرعه ارجوك؟ انا مستعجله. انا هوصلك بسرعه. ما تيلا يا ريس باد. ايوه ولا جاي اهو. انجز يابا شويه. استعجل انت. ها اكيد طبعا لازم استعجل. استعجل يا عريس، استعجل. فرحتك يا عم. فرحه مش هتكمل غير بيك يابا. بعدين ايه الشياكه دي يا عم؟ ده انت قشك من العريس. ربنا يكرمك يا ابني وفرح. بقول لك يا حمزه يا ابني، حمزة اللي هيطلع من هنا دلوقتي غير حمزة اللي هيعود على البيت تاني. حمزة اللي هيعود على البيت ده هيبقى راجل وفي رقبته حمل وعرض. لازم تصونه يا ابني عشان تتصان. البت دي يا ابني بعد ما تكتب كتابك عليها بقت مسؤوليتك في الدنيا، وهتتسأل عليها في الآخر. لازم تبقى طيب وحنين وكريم معاها، وأي حاجة تطلبها منك تلبيها لها. الفلوس مش كل حاجة يا ابني، لازم تبقى طيب معاها وحنين وتقدر تعبها. وعلى قد ما عملت كده مع الست هتملى عينها، ولو ملات عينها هتشوفك كبير وتملك قلبها. واللي يملك قلب مرته ده دي حمزة يبقى ملك الدنيا دي كلها. انت شفت انا كنت بعامل امك ازاي؟ وعدني يا حمزة. اوعدك يابا. وبعدين انت تقلبها دراما بقى ولا ايه؟ فكها شوية يا حاج. فرجنا انت على الاكشن يا عريس. يلا بينا عشان عمك رجب بقاله 3 ساعات عمال يزين في العربية بره. يلا. شروق رد عليا. شروق انت كويسة؟ ها؟ ما تخافيش حبيبتي، ما تخافيش. شروق. الو. ايوه منين؟ تعالي على المستشفى لهشام بسرعه. لما تيجي هفهمك. يلا بسرعه. شروق تعالي معايا. طالما ان الاموال كلها هندفعت معنى هذا ان المشروع اكتمل؟ والله ده اللي انا فهمته. بتفكر في ايه؟ ما ادري ايش اقول لك. يعني اكمل معاها ولا اخذ فلوسي واغادر؟ عايز رايي؟ طبعا اكيد. الموضوع ده كله فستك. فستك؟ يعني شنو فستك؟ يعني اي كلام. الفلوس دي معاها ومن الاول وهي بتستعب. اصل ازاي يعني في يوم وليله الفلوس هتدفع؟ بلاش دي. مين اللي هيروح ياخد من فلوسه ويدفع اهلها بسرعه كده؟ ما الكلام بالعقل حلو برضه. يعني ايش تقصدين؟ العمليه كذب؟ اه. واقول لك اكتر كمان، المشروع ده اصلا مش مضمون. سمك في ميه زي ما بيقولوا كده. النهارده القسط اتدفع. طب والاقساط اللي باقي هتعمل فيها ايه؟ اضمن فلوسك من دلوقتي. اسمع الكلام وخد منها المحل. اخذ منها المحل؟ وكمان في بضاعه في المخازن مش بطاله. ما تجيب رقم كويس وخليها تكتب لك بباقي حقك شيكات عشان تضمن. الله يقطع تفكيرك، انا ما فكرت في الموضوع هذا مولي. انما تقول لي بقى نستنى ومش عارف ايه، الكلام ده ما ياكلش عيش خالص. بدر مين؟ بدر خولي يا فندم. أنهي ازاي يعني؟ ما قصدش، مش قصدي،
معلش يا فندم، انا ممكن ابص في الورق؟ اه طبعا، اوكي ثانيه واحده. هاتي لي ورق المشروع بتاع مدام هند الكحال. انا بس كنت عايز اسال، هو اي حد كده ممكن يجي ويدفع عادي؟ بصي، هو الموضوع غريب شويه، خاصه انه اصر انه يدفع المبلغ بتاع القسط، وكمان خد بيهم وصل عشان يضمن حق. لا، وكمان خد الشيك اللي ارتد من البنك. وما قالش اي حاجه؟ هو قال ان من مصلحته ان المشروع ده يتم. هو الراجل ده شكله ايه يا فندم؟ بصي، هو تحس ان هو معلم كده، لابس جلابيه. معلم لابس جلابيه، ايه مصلحته يدفع الفلوس؟ هو جاب الفلوس منين؟ ده شيء غريب. اعتقد مش مهم اتدفعت ازاي او منين، المهم ان الفلوس اتدفعت وحضرتك مكملة معانا في المشروع، وده هيوفر لحضرتك خساره كبيره قوي. اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل. شكرا. ايه الاخبار يا دكتور؟ للاسف لسه ما فقتش. الضرب اللي تعرضت له صعب جدا وعمل لها ارتجاج في المخ، ده غير طبعا كميه الدم الكتير اللي فقدناها منها. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله انك لحقتها في الوقت المناسب، لو كنا اتاخرنا ساعه واحده بس كان لا قدر الله ممكن يحصل لها حاجه او تروح فيها. قدر الله وما شاء فعل، ونعم بالله. طيب انا ممكن ادخل اطمن عليها؟ للاسف مش هينفع دلوقتي خالص، ان شاء الله لما تفوق. عن اذنك. لعلمك يا أخ عيسى، أي موظف من موظفيني في أي شركة من شركاتي في أي دولة، من يوقع العقد مع RG خلاص صار واحد منا وفينا. اهتماماته، صحته، مشاكله الاجتماعية دائما أهتم فيها. لعلمك عندي فريق متخصص يبحث مشاكل الموظفين ويهتم فيها. لا، ولو يحصل لي أغير اسم الموظف هذا لإسمي ما عندي مانع. والله ده مبدأ طيب يعني، بس يعني مش عارف ليه حاسه امتلاك أكتر منه اهتمام. لا تسميه امتلاك أو تسميه اللي تسميه، أنا ما أخجل من هالكلمة هذه، لأن في النهاية هو قاعد يمتلك جزء من ثروتي وثروة أولادي. أنا قاعد أمشي له راتب مغري مجزي، فلازم يكون الاهتمام بالمثل. عابد بيه، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده ضد مواثيق وقوانين العمل الدولية، لكن بما انك بتلاقي الناس اللي بترضى بالكلام ده، طبعا انتوا احرار مع بعض، بس في حاجة انا مش فاهمها، يعني انا ايه علاقتي بطريقة حضرتك في ادارتك لشركاتك؟ لا، انا حبيت ابين لك اهتمامي في الموظفين، احترامي، تقديري لهم، علشان كذي انا يشرفني جدا يا اخ عيسى اني اطلب إيد أختك ليلى. أختي أنا؟ طبعاً. لمين يا فندم؟ لمين؟ يعني أنا ماني تارس عينك؟ حضرتك مالي عناية وزيادة، لدرجة إن أنا بسألك، يعني حضرتك عايزها لابنك؟ أنا بتزوجها أنا مو ابني. أنا مستعد يا أخ عيسى أعطيها المهر اللي هي تبيه، وأشتري لها فيلا في مصر بالمكان اللي هي تحلم فيه، وسيارة آخر موديل. ايش تبي اكثر من كذي؟ امتلاك يعني، على طريقه الموظفين عندك. وليش تسميه امتلاك؟ هذا زواج. سميه زي ما انت عايز، ما يهمنيش، لاني ما اقبلش احط اختي في مساومه زي دي. مساومه؟ فلوسك ما تلزمنيش يا عبد بيه. يعني انت موافق؟ طبعا مش موافق. فلوسك ما تلزمناش، احنا لا بنمتلك حد ولا بنقبل ان حد يمتلك. نورتونا يا جماعة، نجيلكم في الفرح دايما. يلا بقى اتكلوا على الله عشان نسيب العريس والعروسة ياخدوا راحتهم. الله الله الله،
ده انت كده بتطردنا بقى يا ريس بدر. يا عم ما انت هتبات عندنا ولا ايه؟ ناوي على بيات؟ يلا اتكلوا على الله. خلاص يا سيدي احنا ماشيين. بس لازم نيجي في الصباحيه. يا ست تنوري وتشرفي بس بعد اسبوع، عندنا انا زياره بعد ما العريس والعروس هيسبعوا. ده انت كده بقى بتطردنا رسمي. يا عم اتكل على الله يلا بقى. لولا ان انا سايباها مع ناس اصله زيكم والله ما كنت اسيبها ابدا. طمني عليها دي بنتنا. يلا تصبحوا على خير. يلا تصبحوا على خير. انت من اهل اخويا اتكل على الله ربنا يوفقك. سلام. مع السلامة يا حاج. مع السلامة. سلام يا ربنا يتم بخير يا رب. فرح جدك يا حبيبي. فرح جدك. لا حبيبي تصبح على خير. وانت قد واقف تعمل ايه عندك انت كمان ما يلا. اقول له حاجة بس يا بدر. لو عايز أي حاجة كلمني. هو زي دي عبيط انت. يلا يا عم يلا يا عم عقبالك عقبالك يا بابا كفر عبك غورت التاني يا كتك لا وتاخدك. يلا يا بابا يطلع فوق. حاضر يا بابا. ها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ريس بدر؟ يا اهلا وسهلا يا ست هانم. يا اهلا وسهلا يا هند هانم والله نورتينا وشرفتينا. اتفضلي. ربنا يخليك. هو انا جيت متاخر ولا ايه؟ لا ولا متاخر ولا حاجه، ده لسه العرسان داخلين. اتفضلي ده بيتك ومكانك. ربنا يخليك متشكر قوي. ربنا يبارك فيك يا هند هانم، يعني متشكرين قوي والله على مجيتك دي. عقبال ولادك يا رب. لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا هند هانم. ولا يهمك، انا بس كنت جايه ابارك واشكرك. ربنا يبارك فيك يا ست هانم. ربنا يبارك فيكي. بس انت عرفت طريق بيتنا ازاي؟ زي ما انت عرفت طريقي بالظبط. عموما انا جاي اشكرك على اللي انت عملته. انا عملت ايه يعني يا هند هانم؟ يعني الناس لبعضيها، وبعدين ان شاء الله المشروع بتاعك ده هيكمل وهيبقى احسن مشروع في الدنيا كلها. مش يمكن ربنا وقعني في طريق حضرتك عشان المشروع بتاعك ده يكمل؟ تقصد ايه؟ ها؟ لا لا ما اقصدش حاجه ما اقصدش حاجه. كل حاجه هتعرفيها في وقتها ان شاء الله. ماشي يا ريس بدر اللي تشوف. يلا ألف مبروك. الله يبارك فيك يا ست هانم. الله يبارك فيك. هو علي بيه ده كان أحول ولا يا دي حمزة؟ ده أنا هقفل الباب عليك يا ولا وأدخل من بره. أبوك ابن كلب. عيسى هذا لو ما هو أخوك كان ما راح أبدأ. طب ممكن تهدى أنا شوية؟ أهدى؟ الشابي علميني الشابي يرفضني؟ كل شيء يبي قاعد اعطيه. انا عارفه بس احنا كان المفروض نعمل اللي علينا للاخر. عليك انت مو علي انا. ليش يرفضني؟ ها؟ انا ما قصرت معاه. لا وتكلمني بتكبر. انا عارف انا اسفه بجد حقك علي. بس يعني احنا كان المفروض نساله لان ده برضو اخويا في الاول وفي الاخر. انت بنت صغيره علشان تاخذي راي اخوك. الكلمه من اليوم ورايح كلمتي انا. تسمعين كلمتي انا فهمتي؟ حاضر بس ممكن تهدى بقى شويه؟ عكر مزاجي الله يسامحك. معلش يا حبيبي انا هروق لك مزاجك بس انت اصبر علي. يلا قومي. اقوم فين؟ قومي حضر الشنطه علشان نروح الهانيمون. يلا وبسرعه. بجد؟ طبعا بجد. بالسرعه دي؟ وانا الحين اتصل في المكتب علشان يحجز لنا اي مكان انت تبين. طيب هنروح فين؟ نروح فين؟ اللي تختارينه. اوكي. اليونان اليونان. لا 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 ادمت ادمت ادمت. بالي؟ بالي ها؟ لا 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 بلاش بلاش بلاش. لقيتها المالديف. ايوه دي ما حدش لسه حرقها كتير. كيفك؟ اي بلد انت تبينها انا تحت امرك، انت بس اختاريها وان شاء الله وان شاء الله بتكونين اسعد واحده معي. وانا كمان بوعدك ان شاء الله ان انت هتكون اسعد انسان في الدنيا بس بعد الجواز ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتم السابقون او نحن اللاحقون. ربنا يرحمكم جميعا ويسامحكم. ازيك يا زينب؟ وحشتيني. مش الواد حمزه اتجوز ويخلف عيال كتير ويكبرنا حته العيال المفعوز ده هيعجزنا ابنك؟ شفتي بقى؟ بس انت فرحانه. انا عارف ان انت فرحانه وقلبك طاير بالفرح.
وحشتيني يا زينب. كنت حاسس براحك بتحوم حوالينا. مبقاش ليا حب ارمي فيه همومي وتعبي من بعدك يا زينب. بس انت فرحانة تصدق برتاح لما اقعد جنبك هنا. ردي بقى. انت فين يا عيشة؟ ردي. اسمعني كويس يا ابني، انا كلمتي واحده، مش عاوز لا توعجني كتير. انت بتنفذ اللي بقولك عليه، كلمه تاني تلاته بالله العظيم ما يحصل كويس. يلا يلا بقى. الله. تمام يا سينيوري، عيشها بالسلامه. شفت بنفسك ولا حد قالك؟ يا ما تجيش تقول لي الا لما تشوف جثتها بنفسك وتقرا لها الفاتحه. مفهوم؟ مفهوم سعادتك. أنا قلت بس أطمنك يا سينيوري. أظن أنت مش محتاج أفكرك كل شوية بأن الغلطة اللي فاتت دي الغلطة الأخيرة، ومفيش مجال للغلط تاني. برقبتي سعادتك. عملت لي إيه في بدر الخولي؟ تمام سعادتك، وجبت لك خط سيره. وأنا أعمل إيه بخط سيره؟ وأنا أروح له ولا إيه؟ ابعت له يحضر. تمام يا سينيوري، أوضح بس لسعادتك الموقف. الراجل ده بينام وحواليه 10 رجالة بتحرسه. كل الأماكن اللي بيروحها معروفة وما بتتغيرش. بيشك في نفسه. وسعادتك ما بيروحش مكان غير لما يبقى عارف هو رايح فين، خصوصا وهو مش عارف ان سعادتك اللي طالبه. يبقى له تكتيك تاني ده. هو مش سعادتك. اتقل عليه لغايه ما اقول لك هنعمل ايه. تمام يا سينيوري. ما تتصرفش من دماغك، مش عايز تجويد. انا اللي هقول لك نعمل ايه. حمزة انت فاهم يا حمزة؟ حمزة حمزة
ميكت انت هنا؟ الحمد لله على السلامة. انت فين يا ميكت؟ حصل لها ايه؟ طمني طمني. حد لمسها؟ حد قرب منها؟ طمني، البنت كويسة ومعاملية والولاد في البيت. طمني. الحمد لله يا رب. انت عرفت ازاي؟ مفيش، قعدت اتصل بيكي كتير ولما ما ردتيش عليا قلقت، فروحت البيت لقيتك بالحالة دي فجبتك هنا. انت ليه بتعمل معايا كده؟ هعمل ايه يا شروق؟ اللي انا عملته ده يعني طبيعي وعادي، واي حد مكانه يعمل كده واكتر. لا مش حقيقي، محدش في الزمن ده بيعمل حاجة من غير مقابل، وانا مستاهلش انك تعمل اي حاجة على شيء. بلاش الكلام ده يا شروق، خليكي ترتاحي. مش هرتاح الا معاك. بجد انت لسه بتحبني؟ ده مش سؤال، انا عارفه انك لسه بتحبني. مهما حاولت انك تخبي ولا تنكر بيبان عليك، عينيك فاتحك. انا عارفه ان انت خايف تخسر بيتك وعيالك، وده حقك طبعا. أنا مستاهلش إن أي حد يحبني ولا حتى أنت. بلاش الكلام ده يا شروق، صدقيني. وبعدين يعني ما حدش فينا ملاك، كلنا بنغلط. بس أنا كل حاجة عملتها كانت غلط. ماجد أنا عايزاك تاخد جاسمين وتربيها. أنا عارفة إن أنت هتربيها تطلع أحسن مني. لا وهتكون أحسن وربنا هيشفيها إن شاء الله. روح يا ماجد، روح لبيتك وعيالك. انت هتعرف تربي جاسمين بطريقة أحسن مني بكتير. روح روح يا ماجد، امشي.